السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه يا اساطير؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في فيديو جديد في السلسلة التي لا تنتهي في لعبة زوبة. النهاردة اخواتي انا رجعت لكم بعد فترة غياب طويلة، وإن شاء الله مش هنقطع عن سلسلة زوبة تاني وهنفضل مكملين فيها. أنا أخواتي اللي خلاني إن أنا أرجع سببين الصراحة. أول سبب إن أنا القناة بتاعتي كل إخواتي اللي متابعيني فيها متابعيني عشان خاطر زوبة، وتاني سبب أنا حسيت إن في ناس كتير بتدعمني عشان زوبة، بمعنى أصح لما عملت استطلاع رأيي عن الفيفا وعن زوبا لقيت ناس كتير حاطة رأيها في ان انا اكمل في لعبة زوبا. وعشان كده رجعت لكم وان شاء الله مش هنقطع تاني السلسلة ديت. ولو انت بتتابع زوبا يبقى انت في المكان الصحيح، تنساش تعمل لي لايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من المتابعين، اشترك في القناة لو انت لسه جديد وما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد منزله في القناة أول بأول. النهاردة أخواتي موضوع الفيديو هيكون عن فتح صناديق الموسم. أنا طبعا ملحقتش أن أنا ألم الشخصيات كلها عشان خاطر زي ما أنتوا شايفين فاضل 6 ساعات على السيزون الجديد، يعني احتمال كمان على ما منتج الفيديو وينزل لكم هينزل لكم تاني يوم مش في نفس اليوم عشان خاطر الناس كلها تبقى فاتحة وتتابعه. فخلونا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما معودكم هسيبكم تعيشوا مع الأغنية وأنا أعيش مع تفتيح السنة دي. زي ما انتوا شفتوا كده اخواتي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تنسوش زي ما قلت لكم لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من المشاهدين، اشترك في القناة لو انت لسه جديد وما اشتركتش، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد انزله في القناة اول باول. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجة في لعبة زوبا سيبولي في الكومنتات، ولو محتاجين ان انا اشرح لكم حاجة معينة اشرحها لكم في فيديو ان شاء الله. وانتظروني في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساطير.